يلا نذاكر سوا الجارات مبدئيا. يعني هو انا رتبتهم علشان اللي شبه بعض يبقوا ورا بعض ونعرف نحفظهم مبدئيا. كده بيبقى معايا اول حاجه السكشن في السباينال كورد، بيبقى باين ايه؟ بيبقى باين في الكودا ايكواينا والفايلم تيرمينال انترنم وفايلم تيرمينال اكسترنم. تاني بيبقى باين في اول سيكشن معانا الكودا ايكواينا، فايلم تيرمينال انترنم وفايلم تيرمينال اكسترنم. وبيبقى في عندي ريد ارو كده، ده بتاع الروديكولار فيزل، ومعايا واير كده برضو لونه ريد، ده بتاع الانتيريور سباينال ارتري، وبرضو هو بتاع الانتيريور ميديان فيزل تشانل. جميل جميل. نفس الكلام ده هيتكرر معانا في الكام جار اللي جاي. هو الجار ده انا جايبه من تحت، بعد كده هجيبه من فوق، هو نفس الكلام اهو. اللون الاحمر ده ريد ارو، ده بيشاور على الريديكولار فيزل، والواير ده بتاع الانتيريور سباينال ارتري وانتيريور ميديان فينوس شانل. جميل جميل. وبرضو عندك بقى مبدئيا كده ده السباينال كورد اهو، بيبقى بنفتح اللي حواليه، فالحته دي كده ده السباينال ديورا، وبيبقى ما بين السباينال ديورا والسباينال كورد شويه خطوط كده، ده الدنتيكيوليت ليجامنت اللي هو مشاور عليه بجرين ارو ده. جميل جميل. عندك برضو في رقم 2 ده، لو تاخد بالك ان هنا مكان خروج السباينال نيرفس، فبيقول لك رقم 2 ده بيبقى فيه ديورا البرولونجيشن حوالين مكان خروج السباينال نيرفس، فرقم 2 ده ديورا البرولونجيشن. تاني اتفقنا ان واحد هو السباينال ديورا والجرين ارو ده بتاع الدنتيكيوليت، ورقم 2 ده هو الديورا البرولونجيشن، وعندك دي الاراكنويد، تلاتة الاراكنويد، والريد واير ده الانتيريور سباينال ارتري او انتيريور ميديان فينوس شانل، والريد ارو مين؟ الريد ارو هو الريديكولار فيزل، هو الريديكولار فيزل. هناخد اول جار وتاني جار مع بعض دلوقتي على جار كبير، هو ده نفس الكلام. يعني اول جار كان جايب لحد هنا كده، وتاني جار كان جايب الحتة اللي فوق كده. جميل جميل، هو نفس الكلام ونفس كل حاجة. رقم 4 اللي مش باينة هنا دي الكودا ايكواينا، واتفقنا ان الريد ارو بيشاور على الريديكولار فيزل، وان الواير ده بتاع الانتيريور سباينال ارتري او انتيريور ميديان فينوس شانل. جميل جميل. واتفقنا ان ده وده ده الفايلم تيرمينال، اللي ناحيه جوه انترنم واللي بره اكسترنم. جميل، اتفقنا على كده، واتفقنا ان الحته دي ده الاراكنويد، الحته دي الاراكنويد، واتفقنا ان هنا كده ده مكان خروج السباينال نيرفس، فده برولنجيشن اوف ديورا. جميل جميل. وعندك بقى اتفقنا ان السباينال كورد بيبقى طالع منه شويه خطوط كده، اللي هو الجرين ارو ده بيشاور على الدنتيكيوليت ليجامنت، ورقم 1 هو السباينال ديورا، هو السباينال ديورا. نفس الجار، نفس الجار تاني، نفس الكلام، هنعيده لحد ما نحفظه بقى. كودا ايكواينا، جميل، فايلم تيرمينال انترنم، فايلم تيرمينال اكسترنم. الارو ده مين؟ ده الريديكولار فيزل، وعندك دي الاراكنويد. طب رقم 2 ده برولونجيشن من الديوره. طب الجرين ارو مين؟ ده الدنتيكيوليت ليجامنت. وبيبقى عندك رقم 1 هنا ده السباينال ديوره، ده مين؟ ده السباينال ديوره. نفس الكلام هنعيده تاني، مين الجرين ارو؟ ده الدنتيكيوليت. مين رقم 1 اللي مش باينه هنا دي؟ ده السباينال ديوره. طب رقم 2 برولونجيشن من الديوره، مكان خروج الايه؟ السباينال نيرفس. واتفقنا ان عندك شايف واير اهو لونه احمر، ده مكان حاجتين، انتيريور سباينال ارتري وانتيريور ميديان فينوس شانل. وبيبقى فيه ريد ارو، الريد ارو برضو مش باين هنا، الريد ارو ده كان بتاع مين اهو؟ هو يعني هو مش باين، يعتبر مش باين، يعني ده بتاع الريديكولار فيزل. ورقم 4 دي الكودا ايكواينا، وعندك اتفقنا ده وده، ده فايلم تيرمينال انترنم وده فايلم تيرمينال اكسترنم. نفس الجار، نفس الكلام، هنعيده لحد ما نحفظه اهو. واحد سباينال ديورا، الجرين ارو ده مين؟ دنتيكيوليت ليجامنت، مين؟ دنتيكيوليت ليجامنت. ورقم 2 مكان خروج الايه؟ السباينال نيرفس، ديورال برونجيشن. وثلاثه اراكنويد، ثلاثه اراكنويد، عندك واير لونه احمر اهو، ده مكان الانتيريور سباينال ارتري وانتيريور ميديان فينوس شانل. وعندك المفروض يبقى هنا رقم 4، رقم 4 بتشاور على مين؟ كودا ايكواينا. وبيبقى في ريد ارو، الريد ارو بيشاور على الريديكولار فيزل، الريد ارو بيشاور على مين؟ على الريديكولار فيزل. بعد كده عندي فايلم تيرمينال انترنم وفايلم تيرمينال اكسترنم، تاني لحد ما نحفظه. هم متكررين، مش انا اللي مكررهم. فايلم تيرمينال اكسترنم، فايلم تيرمينال انترنم، كودا ايكواينا،
في ريد ارو مش باين اللي هو كان بيشاور على الريديكولار فيزل، وعندك الواير ده بيشاور على الانتيريو سباينال ارتري وانتيريو ميديان فينوس شانل، وتلاتة ده بيشاور على الاركنويد، اتنين اللي هو بيشاور على مكان ايه ديورال برولونجيشن، وعندك بيبقى فيه هنا جرين ارو اللي هو مش باين قوي برضو، ده الجرين ارو ده بيشاور على الدنتيكيوليت، وبقى فيه رقم واحد هنا فوق كده هي مش باينه يعني، ده بيبقى بتاع السباينال ديورا. اخر واحد هو اللي مختلف، اخر واحد هو اللي مختلف عن اللي احنا قلناهم الباقيين كلهم. فعندك بيبقى عندك دي مثلا هي دي الكودا ايكوينا زي ما احنا عارفين، بس هو هنا بيبقى قسمها فالرقم 3 ده هو الانتيريور روت اوف كودا ايكوينا، انتيريور روت اوف سباينال نيرفس اللي بتعمل الكودا ايكوينا. جميل جميل. طب مين رقم 4؟ رقم 4 ركز ان هنا رقم 4 دي سباينال ديورا، عشان ممكن تتلخبط وتعملها زي رقم 3 هناك الاركنويد، لا هنا دي سباينال ديورا، هنا مين دي سباينال ديورا. طب مين رقم 2؟ رقم 2 انتيريور سباينال ارتري. مين رقم 2؟ انتيريور سباينال ارتري او انتيريور ميديان فينوس شانل. طب رقم 1 ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على اللي كان بيشاور عليه جرين ارو اللي هو الدنتيكيوليت ليجمنت، اللي هو ايه الدنتيكيوليت ليجمنت. كده عندنا بتوع السباينال كورد خلصوا، هنبدا في جرات المدلة أوبلنجاتا. هنبدأ بأول حاجة كده نبص على المدلة أوبلنجاتا من ناحية ورا. عامة من ناحية ورا هبقى شايف ايه؟ هبقى شايف دي الثالاموس، دي الثالاموس عادي اللي هي رقم 5، والكي الكي ده بيشاور على استرايا هابينيولاريز، استرايا هابينيولاريز، ورقم 3 ده بيشاور على سيرد فنتريكل، رقم 3 ده بيشاور على السيرد فنتريكل. طب رقم 2 ده بيشاور على ايه؟ سوبيريور كلوكيولاس. طيب لو لو عمل لي علامة هنا تحت كده ده بيشاور على الانفيريور كلوكيولاس. طب الواي ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على الانفيريور بريكيوم، بيشاور على انفيريور بريكيوم. طب وعندي ترايجون لونه ازرق كده، الترايجون ده بيشاور على ميديال جينيكولات بادي، وبرده في اللي هو اللون الاصفر ده هنشوفه من قدام يعني، ده ترايجيمينال عادي هو مش معانا في الباك يعني. رقم واحد ده السوبيريور ميدالري فيلم، بيبقى على يمينه وشماله سوبيريور سيربيلر بدانكل، وهنا ميدل سيربيلر بدانكل. جميل جميل. تاني عشان بس الحته دي ناخد المظلة اوبلانجاتا من ناحيه ورا، اتفقنا ان انت عندك اهو بيبقى عندك الدبليو دي ده مين؟ ده السيرد فنتركل، والكي استرايا هابيلوليرز، رقم 5 ثالاموس، 2 مين؟ سوبيريور كلوكيولاس. طب والواي دي بتشاور على انفيريور بريكيوم، رقم 1 بتشاور على ايه؟ بتشاور على سوبيريور مظلة ريفيلم، رقم 1 بتشاور على ايه؟ سوبيريور مظلة ريفيلم. طب وام؟ ام بيشاور على سوبيريور سيريبرال بدانكل. طب رقم 3 ميدل سيريبرال بدانكل. نزل تحت بقى عندي هنا من تحت خالص كده المفروض بيبقى فيه جراسيل وكونييت تراكت، هو عامه يعني مش هيبقى مشاور غير على كونييت تراكت، فاحفظ دايما ان هو لو عمل لك علامه تحت على الباك بتاع المظله اوبلنجاتا فهو بيشاور على الكونييت تراكت، بيشاور على مين؟ على الكونييت تراكت. جميل جميل. طب اس دي بتشاور على ايه؟ اس ده بيشاور على فيجال ترايجون، فيجال ترايجون، احفظ برضو ان الاس دي بيشاور على الفيجال ترايجون. وفي علامه خطره كده دي بيشاور لي على انفيريور فوفيا، بيشاور على ايه؟ انفيريور فوفيا. طيب جميل جميل. وعندك بقى ال والاكس، ال برضو مكان مميز ولازم احفظه اللي هو الفيستيبولار اريا، فيستيبولار اريا. طب الاكس بيشاور على فيشيال كلوكيولاس، فيشيال كلوكيولاس. الجار ده هيتعاد معانا تاني بس هنقوله برضو بسرعه كده، هنقوله بسرعه تاني على ما نحفظه. عندك بقى الرقم دبليو، دبليو هو مين؟ هو السيرد فنتركل، والكي اللي حوالينها استرايا هابينيولاريز، 5 سالاموس، 2 سوبيريور كلوكيولاس، انفيريور بريكيم، وعندك ده ترايجون لونه ازرق ده مين؟ بيشاور على الميديال جينيكيلت بادي، 1 سوبيريور مدلل فيلم على يمين وشميل على يمين وشماله. عندك ده سوبيريور سيريبرال بدانكل. طب مين دي؟ دي ميدل سيريبرال بدانكل، اتفقنا تحت هيبقى عندي مين هنا دايما؟ كونييت تراكت، كونييت تراكت، والاس ده بيشاور لي على فيجال ترايجون، فيجال ترايجون. طب اللون الاخضر ده بيشاور على ايه؟ انفيريور فوفيا، انفيريور فوفيا. طيب والال اتفقنا ان هي فيستيبولار اريا. طب الاكس فيشيال كلوكيولاس، مين فيشيال كلوكيولاس؟ هنعدي وكده ونجيب برده نفس الباك اوف مظله، معلش هعدي ده كله كده ونجيب باك اوف مظله كمان، ده هو نفس الكلام برضو ده باك اوف مظله. عندك اللي هنا اللي مش عليها علامه اللي هي كان عليها علامه ورا رقم 5 دي كانت سالاموس. جميل. وعندك الجي ده بيشاور على سيرد فنتركل، والبي سترايا هابينيولاريز.
البي بيشاور على استرايها بالنيوليرس. اتفقنا ان انا كان لو في علامه تبقى سوبيريور كلوكولاس، طب الاكس دي مين؟ انفيريور كلوكولاس. الاف برضو اتفقنا انها مين؟ سوبيريور مدلة ريفيلم. على يمينها وعلى شمالها مين؟ اللي هو ان ده، ان ده اللي هو السوبيريور سيريبرال بدانكل. طب رقم 4 ميدل سيريبرال بدانكل. اتفقنا برضو من تحت لما يبقى عامل لي علامه بيبقى عامل لي دايما على الكونييت تراكت، على الكونييت تراكت. واتفقنا ان انت هتحفظ الاي دي علامه مميزه اللي هي الفيستيبولار ارتي، الفيستيبولار ارتري. وبرضو نفس اللون الاخضر اللي كان ورا بتاع الانفيريور فوفيا، بتاع مين؟ الانفيريور فوفيا. قال لك هنا حاجه زياده، قال لك ان الريد واير واليلو واير، الريد واير ده بيشاور على حاجه اسمها سوبيريور فوفيا، واليلو واير اليلو واير معلش هو اللي بيشاور على السوبيريور فوفيا، والريد واير هو الفيشيال كلوكيولاس. خد بالك ان هنا بس الريد واير فيشيال كلوكيولاس، هتقول لي طب هناك كان في علامه اكس كده، هي دي كانت الفيشيال كلوكيولاس عشان ما تتلخبطش يعني. جميل جميل. تاني برضو الباك بتاع المظله اوبلنجات عندك الجي بيتشاور على مين؟ بيشاور لي على سيرد فنتريكل، بي استرايها بنيوليرز. الاكس بيشاور على مين؟ بيشاور على inferior مين؟ inferior ايه؟ colloculus. طب والاف؟ superior medullary velum، عندك superior cerebral بدانكل. بعد كده مين رقم 4؟ middle cerebral بدانكل. الاي مين؟ cuneate tract. الاي مين؟ cuneate tract. طب الاي vestibular area، الاي vestibular area عندي هنا علامه خضراء، العلامه الخضراء دي بتشاور على ايه؟ بيشاور لي على inferior fovea. طب العلامه الصفراء اللي فوق دي بتشاور لي على ايه؟ بيشاور لي على superior fovea. والحمراء facial colloculus. هنجيب بقى المظله اوبلنجاتا من ناحيه قدام، هنجيب مين؟ المظله اوبلنجاتا من ناحيه قدام. عندي المظله اوبلنجاتا من ناحيه قدام ببقى شايف مين؟ ببقى شايف هنا كده اول حاجه ماميلاري بادي. عامه احنا كده كده اتفقنا ان دي السلاموس. جميل. هبقى شايف ماميلاري بادي. ماميلاري بادي بتوصلني باللاترال جينيكلت بادي اللي هو اتش ده عن طريق اوبتيك تراكت. تاني هبقى شايف ايه؟ هبقى شايف ماميلاري بادي بتوصلني باللاترال جينيكلت بادي عن طريق اوبتيك تراكت. واتفقنا ان احنا عندنا هيبقى هنا ده كراس سيربراي وده كراس سيربراي بس كده. تاني خمسة مين؟ سالاموس. ايه مين؟ ماميلاري. سبعة اوبتيك تراكت. اتش لاترال جينيكلت بادي. ستة تقريبا ده اللي هو كراس سيربراي. ننزل بقى تحت على البونز عندك مين ده؟ ده بازيلر سالكس، بازيلر سالكس. تمانية بيزيس بونتس. تاني بازيلر سالكس بيزيس بونتس، بازيلر سالكس بيزيس بونتس. احفظهم بقى. وعندك ده مين؟ ميدل سيريبرال بدانكل. طب الكيو اللي فوقها ترايجيمينال نيرف. مين؟ ترايجيمينال نيرف. تحت بقى هبقى شايف ايه من قدام؟ هبقى شايف بيراميد، جنب بيراميد اوليف، ورا الاوليف انفيريور سيريبرال بدانكل، والتي ده احفظ انها السيركم اوليفري. جميل جميل. تاني علشان نحفظه، تاني علشان نحفظه، الاي بيشاور على، الاي بيشاور على مين؟ على ماميلاري بادي. سبعة اوبتيك. مين هنا؟ لاترال جينيكلت بادي. خمسة سالاموس، خمسة سالاموس. ستة دي مين؟ كراسر براي. عندك واحد ده بازلر سيركس على يمين وشمال وبيز بوندس. هنا كده ده ميديال جينيكلت بادي. الكيو مين؟ تراي جيمينال. عندك ده مين؟ اتفقنا بيراميد. طب وده اوليف، والوراهم انفيريور سيريبرال بدانكل. طب التي مين؟ سيركم ليفري. التي مين؟ سيركم ليفري. هات بقى ده، انا هبص من ناحيه اليمين كده هبقى شايف ايه؟ هبقى شايف البيراميد والانفيريو سيريبرال بدانكل، وده ميدل سيريبرال بدانكل والترايجيمينال. طب ما تيجي نبص من الناحيه الثانيه، كان حاطط لي علامه اللي هي تي. ايوه حاطط لي تي اهو، دي السيركم اوليفري. سيركم اوليفري. ورقم ثلاثه دي مين؟ ميديال سيريبرال بدانكل، ميديال سيريبرال بدانكل. عايزين برضو نبص على جار تاني من قدام. ده جار تاني من قدام اهو، اتفقنا ان هي كان عليها ايه ورا؟ كان عليها علامه ايه ورا؟ كانت مين؟ كانت مين؟ افتكر معايا كانت ايه؟ ماميلاري بادي. تمام، ماميلاري بادي. اتفقنا انها بتوصلني باللاترال جينيكلت بادي عن طريق حاجتين. مين الحاجتين دول بقى؟ اوبتيك تراكت. اوبتيك تراكت فوق الاوبتيك تراكت بيبقى فيه حاجه ما كانتش موجوده ورا اللي هي الاوبتيك نيرف. جميل. وهنا دي السلاموس ودي السلاموس عادي يعني، الثلاثه ده السلاموس. والماميلاري بادي بيبقى هنا في ده كراس سيربراي وده كراس سيربراي. وعندك ده عادي بيزيس بوندس، عادي ده بيزيس بوندس. ورقم اتنين ده مين؟ بازيلر معلش دي بازيلر سيركس واتنين بيزيس بونتس. الار بيراميد، الار بيراميد. التي اوليف، التي اوليف. ركز ان هناك التي كانت تحت كده وكان بيشاور على السيركم اوليفري. هنا ده انفيريور انفيريور سيريبرال بدانكل. عندك كان هناك بيبقى فيه برضه ميدل سيريبرال بدانكل هنا كده، وطالع منها تراي جيمنال نيرف، وطالع منها تراي جيمنال نيرف. تعالى نعيد بسرعه تاني، تعالى نعيد بسرعه تاني. مين في؟ افتكر ماميلاري. مين في؟ ماميلاري. طيب الماميلاري مين بيوصلها؟ باللاترال جينيكلت اوبتيك تراكت. فوقهم مين؟ سبعه ده زد ده مين؟ ده اوبتيك نيرف. طب دي ايه؟ دي سلاموس عادي.
وده كراس ريبراي، بعد كده ده بازيلار سالكس، بيزيس بونتس، عندك هنا بيراميد، جنب البيراميد اوليف، وراء الاوليف والبيراميد كده في انفيريو سيريبرال بدانكل، واتفقنا ان هناك كان بيبقى فيه ميدل سيريبرال بدانكل وترايجيمينال نيرف. بس كده دي كده معانا جارات المدلة اوبلانجياتا خلصت. ندخل بقى على السيريبيلم. السيريبيلم ماله؟ السيريبيلم هعرفه ازاي؟ عامه السيريبيلم احنا بنبص على دايما على في النص كده عشان نعرف باقي الاستراكشر، فانت عينك دايما تحفظ اللي هو الاستراكشر اللي في النص ده. يعني مثلا الجار ده انا هحفظه ازاي؟ هحفظ البيراميد اللي هو رقم زد ده. اول ما احفظ البيراميد اللي هو زد ده هبقى عارف ان على يمينه وشماله اللي هو اتش باي فنترال لوبيول، باي فنترال لوبيول. حلو حلو. والبيراميد برضو هيبقى هنا كده، دي تونسل، ورا التونسل ريترو تونسلر فيشر، ورا التونسل ريترو تونسلر فيشر. جميل جميل لحد دلوقتي. تاني هبقى حافظ ايه؟ زد دي مين؟ بيراميد، يمينها وشمالها باي فنترال، وهنا دي تونسل وراها ريترو تونسلر. اردي لينجولا، اردي لينجولا احفظها. والاس مين؟ نوديولس. طب النوديولس مين اللي بيبقى على شمالها؟ فلوكيولس، نوديولس وفلوكيولس. طيب مين خمسة ده؟ ميدل سيريبرال بدانكل. تاني تاني علشان جارات السيريبيلم انا مرتبهم كلهم ورا بعض عشان ايه تبقى عينك مفرقة بينهم. عندك ده بيراميد، مين اللي على يمينه وشماله؟ باي فنترال. مين دي؟ تونسل. مين وراها؟ ريترو تونسيلر. مين رقم اتنين ده؟ ترانسفيرس فيشر او هوريزونتال فيشر. طب مين اس؟ نوديولس. مين سي؟ فلوكيولس. خمسة ده ميدل سيريبرال بدانكل، والار لينجولا. تاني عشان نحفظها، ار مين؟ لينجولا. اس بتشاور على ايه؟ ايوه صح، على النيديولس. سي فلوكيولس. 10 مين دي؟ تونسل، وراها ريترو تونسيلر، ده هوريزونتال، والخمسه ميدل سيريبرال بدانكل، والزد بيراميد على يمينها وشمالها بيبقى فيه باي فنترال. تاني علشان تحفظه ببقى حافظ ايه؟ اول حاجه بيراميد، اول ما بقى شايف البيراميد كده جميل يبقى يمينه وشماله باي فنترال اللي هو اتش. بعد كده قدام البيراميد كده في تونسل، وراها ريترو تونسيلر، بعد كده عندي دي نوديولس، على يمينها كده فلوكيولس، وده ورقم خمسة دي ميدل سيريبرال بدانكل، وبيبقى عندي هنا فيشر اسمه ترانزفيرش فيشر. والار دي مين؟ ديت اللينجولا. تاني نجيب سيكشن تاني للسيرابيلا، بس ده واحد سيكشن مختلف. ببقى عارف السيكشن ده ازاي؟ بيبقى فيها حاجة زي نوتش هنا كده، مش بيراميد ولا حاجة، ده علامة نوتش اهو، بيبقى على يمينه وعلى شماله سوبيريو سيميليونر. تاني بيبقى شايف ايه؟ نوتش، اعلمه بالنوتش، يبقى على يمين وشمال النوتش، النوتش مين؟ سوبيريو سيميليونر، سوبيريو سيميليونر. جميل جميل. طب مين الار؟ لينجولا. طب ورا اللينجولا بيبقى في حاجه اسمها كالمن، وعلى وقدام اصلا اول حاجه خالص في السيربيلم او اللوبيول اسمه انتيريور كوادرانجولار لوبيول، ووراهم برايمري فيشر، وراهم برايمري فيشر. تاني علشان ايه؟ عشان نحفظه. تاني عشان نحفظه، مين ار؟ لينجولا. مين اللي ورا الار؟ كالمن. مين ورا الار؟ كالمن. ومين الحته المميزه اللي هي ايه؟ بوستيريو سيريبرال نوتش، على يمينها وعلى شمالها ايه؟ سوبيريو سيميليونر. واتفقنا ان الواي ده برايمري فيش، والبي ده انتيريور كوادري انجولار لوبيول، انتيريور كوادري انجولار لوبيول. وفي بعض الجارات هلاقي برضو في هنا كده لوبيول مش هو ما عليهوش علامه دلوقتي، ده بيبقى ايه؟ سيمبل لوبيول. جميل. هو كده كده وقت ما يجي يعني هيبقى سهل في مذاكرته. هنعدي الجار ده عامه، يعني هو الجارات هتتكرر فعشان كده مش بطول فيها. ده نفس اللي ورا بالظبط اهو، عندك ده ايه؟ ده نوتش اهو، يبقى ده بوستيريور سيريبرال نوتش، على يمينه وعلى شماله اتفقنا مين؟ اتفقنا دوت ايه؟ مين؟ سوبيريو سيميليونر، سوبيريو سيميليونر. اتفقنا ان هنا كده في لوبيول برضه هو مش بيبقى عامل عليه اللي هو السيمبل لوبيول، يعني عديه. عندك ده بيبقى مين؟ ده عادي خالص بيبقى البرايمري فيشر. طب مين اللي هي شبه دي؟ كالمن، وكان بيبقى فيه هنا كده لينجولا، بس هنا اللينجولا مش موجوده يعني. طب والاو ديت مين؟ انتيرور كوادريانجولار لوبيول، انتيرور كوادريانجولار لوبيول. نفس الكلام نفسه اللي ورا بالظبط، اتفقنا ان ده بوستيريو سيريبرال نوتش على يمينه وشماله سوبيريور سيميليونر، واتفقنا ان بيبقى هنا في علامه بعدين يعني هنبقى نشوفها في واحد من الجارات اللي هو سيمبل لوبيول، واتفقنا ان بيبقى هنا كده ده برايمري فيشر، وبعد كده ده الكالمن، وعلى يمينه وشماله انتيرور كوادري انجولار لوبيول. هنعدي دلوقتي
هندخل في واحد تاني اهو، اتفقنا ان احنا بنبقى حافظين شكل البيراميد اهي، لو جت بيبقى على يمينها وعلى شمالها باي فنترال، على يمينها وعلى شمالها باي فنترال، قدامها ناحية اليمين كده تونسل، تونسل اهي. طب والاف ده ايه؟ ريترو تونسلر، ريترو تونسلر فيشر. ركز معايا بقى في الحتة دي، احنا اتفقنا ان ده نيديولاس عادي، طب اربعة مين؟ فلوكيولاس. طب واحد ايه؟ ركز ان الواحد ده السنترال لوبيول، اياك تقول لينجولا، احفظ الشكل بقى. واحد ده السنترال لوبيول، اتنين نيديولاس، أربعة فلوكيولاس. طب مين رقم ثلاثة؟ ثلاثة ده ميدل سيريبرال بدانكل تاني، ببقى معلم أول حاجة بيراميد على يمين وشماله، مين على يمين وشمال البيراميد عندي؟ باي فنترال. حلو حلو. بعد كده عندي تونسل، ورا التونسل ريترو تونسلر، ورقم اتنين ده بيبقى مشاور لي على ايه؟ مشاور لي على النوديولاس، يبقى على جنبها كده فلوكيولاس، وتلاتة ده ميدل سيريبرال بدانكل، وواحد سنترال لوبيول. بس كده بس كده. عندك بقى ده نفس الجرة، نفس الجرة اللي ورا برضو، ده بوستيريو سيريبيلر نوتش، جميل جميل، بيبقى على يمين وعلى شمال، واتفقنا مين؟ سوبيريو سوميليونر، بيبقى قدامه واحد مش مترقم، بس المره دي هو مرقم اهو، سيمبل لوبيول. بعد كده بيبقى فيه فيشر هنا كده، ومش حاطط عليه علامه، ده طبعا البرايمري فيشر. وبيبقى عندي الدي ديت هي الكالمن والكي انتيرير كوادريان كوادري انجولر لوبيول، وبيبقى فيه قدام هنا كده لينجولا، بس هي مش موجوده المره دي. جميل جميل. السكشن ده بقى هحفظه بعلامة مميزة، ان انا عندي ديت كده 8 دي كده ديت النوديولس، احفظ بقى او خلي عينك تحفظ ان 8 دي النوديولس. بيبقى على يمينها كده اللي هو رقم 4 اهوت، نفس الكلام رقم 4 ديت مين؟ فلوكيولس. اللي بيوصل النوديولس بالفلوكيولس رقم 7، مين رقم 7؟ انفيريور ميدلري فيلم. مين رقم 7؟ انفيريور ميدلري فيلم. واتفقنا قبل كده ان بيبقى قدام كده الفلوكيولاس رقم 9 ده السنترال لوبيول، احفظه برضو سنترال لوبيول. اكس ده بيشاور على الترانسفيرس فيشر، والزد مين؟ الزد ميدل سيريبرال بدانكل. مين الزد ميدل سيريبرال بدانكل تاني؟ بحفظه ازاي؟ بحفظ ان 8 عندي مين؟ 8 8 هي النوديولاس، بيبقى 4 هي الفلوكيولاس اللي بيوصلهم ببعض انفيريور سيريبرال بدانكل، قدام النيديولاس بلاقي سنترال لوبيول، وهنا ميدل سيريبرال بدانكل وترانسفيرس فيشر. هجيب نفس الجار ده وابص له من ناحيه قدام كده، ببقى شايف الترانسفيرس فيشر، ببقى شايف الترانسفيرس فيشر. جميل جميل. عندي كمان جارين، عادي ده دلوقتي سيبه، هنرجع له حالا بس بعد ما ناخد اخوه. ادي اخوه. عامه يعني احنا اتفقنا اهوت، بيبقى الحته دي كده بوستيريو سيريبرال نوتش. خد بالك ان هنا بقى ببقى شايف انفيريور سيميليونر وسوبيريور سيميليونر، وببقى شايف الترانسفيرس فيشر اللي بينهم. حلو. يعني هو اصلا قبل كده كان بيجيب لك الجار من اول هنا كده كده، كان بيجيب لك الجار، هو المره دي نزل شوي بقى، انا بقيت انا شايف مين؟ بوستيريو سيريبيلر ايه نوتش، جنبها مين؟ جنبها بس ثانيه امسح، ببقى شايف مين؟ بوستيريور سيريبيلر نوتش. مين اللي جنب البوستيريور سيريبيلر نوتش اهو؟ ببقى هنا السوبيريور سيميليونر انفيريور سيميليونر، بيبقى في بينهم ترانسفيرس فيشر، وببقى شايف ديت كده الفيرمس، والكي دي عادي خالص السوبيريور سيرفيس. نرجع بقى لاخوه اللي انا قلت لك سيبه. اخوه فاكر الجار اللي انا قلت لك احفظ فيه علامه مميزه اللي هي كانت رقم 8 نوديولاس؟ جميل. انت برضه هتحفظ هنا علامه مميزه اللي هي الفي دي، الفي دي نوديولاس برضه، يعني برضو نفس الكلام، الفي هنا نوديولاس، بيبقى على يمينها كده اللي هي الكيو دي، دي الفلوكيولاس عادي، نوديولاس وفلوكيولاس. طب اليو دي تونسل، اليو دي تونسل، احفظ برضو ان الاس زد واي ده سوبيريور ميدل انفيريور سيريبرال بدانكل، اس زد واي سوبيريور وميدل وانفيريور سيريبرال بدانكل. حلو حلو. وعندك التي ده مهم جدا، ده الايكا، ده مين الايكا؟ ده مين الايكا؟ اللي هو انتيريور انفيريور سيريبيلر ارتري. طيب مين الاكس؟ الاكس مهم قوي ان انا بحافظه، وقلت لك عليه ورا كذا مره، اللي هو السنترال لوبيول. طب الار سوبيريور ميدلاري فيلم اللي هي الحته دي كده يعني. طب والدبليو ده سوبيريور سيريبيلر ارتري. تاني 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 تاني، اتفقنا سوا ان احنا هنحفظ ايه؟ هنحفظ الفي ده اللي هو نوديولاس يبقى كيو فلوكيولاس، واليو دي سيريبيلر تونسل
والتي ده اللي هو الايكا انتيريور انفيريور سيربيلر ارتري، والبي ده ترانسفيرس فيشر، عندك الاس والزد والواي كلهم ميدل سيربرال بيدانكل بالترتيب كده، اس سوبيريور زد ميدل واي انفيريور سيربرال بيدانكل. الاكس اتفقنا مين؟ الاكس اللي هو سنترال لوبيول. الار بتشاور لي على ايه؟ اللي هي الحته دي كده بيشاور لي على السوبيريور ميدلري فيلم. طب الدبليو، الدبليو بيشاور لي على ال سوبيريور سيربيلر ارتري. وقف لحد هنا وارجع اقرا كل حاجه بدايه من السباينال، بعد كده المدلة اوبلونجاتا، بعد كده السيربيلم، قبل ما تدخل وتكمل باقي الفيديو. جميل جميل، تعالى بقى نكمل احنا باقي الفيديو. يعني يا ريت، بس يا ريت تبقى قرات اللي فات علشان تحفظه. هنبدا بقى باقي الفيديو بالسوبيرو لاترال سيرفيس اوف سيربيلم. انا مجمع كل السوبيرو لاترال سيرفيس بتاع السيربيلم كلهم علشان يبقوا سهلين في الحفظ. مبدئيا يعني ببقى شايف هنا كده، ده عادي خالص، ده مين؟ ده فرونتال بول، فرونتال بول، والحته دي كده ده السوبيريور فرونتال جايروس. بس كده بس كده. اخد نفس الجار بقى وابص عليه من ناحيه السوبيرو لاترال سيرفيس. ببص عليه منين؟ من ناحيه السوبيرو لاترال سيرفيس. عندك ام دي مين؟ اتفقنا انها فرونتال بول، والاتش هي عادي السوبيريور فرونتال جايروس. تعال بقى نبص من ناحيه السيرفيس اللي احنا اتفقنا اللي هو اسمه سوبيرو لاترال سيرفيس. مبدئيا اتفقنا ان الام فرونتال بول، اللي هي الاتش ديت سوبيريور فرونتال جايروس اللي احنا لسه باصين عليهم من قدام. عندك هنا كده، هو هنا مش باين قوي بس هو ده السنترال سالكس، يعني بيبقى رقم 11 هنا كده السنترال سالكس. جميل قوي. برضو احفظ ان يعني مثلا انت عندك دوت اهوت، شايف الحته دي لما يبقى في فاصل بينهم الجزء ده، ده عادي ده اللاترال سالكس، يبقى رقم 4 ده بوستيريور ريموس اوف لاترال سالكس. بيبقى قدامي بقى هنا كده المفروض بيبقى فيه انتيريور ايه؟ انتيريور ريموس اوف لاترال سالكس. بيبقى قاسم لي الحته دي كده لسي واو. مين سي؟ سي ديت بارز، بارز اوربيتالز، والاو بارز ترانجولارز. سي مين؟ بارز اوربيتالز، والاو بارز ترانجولارز. جميل جميل. تاني الكلام اللي احنا قلناه هو بس اول كام سوبيرو لاترال سيرفيس كده نحفظهم، والباقي يعني ايه كله يتحفظ. اتفقنا ان هنا كده بيبقى عندي خالص سنترال سالكس، واتفقنا ان ده فرونتال بول، واتفقنا كذلك ان الاتش ديت هي مين؟ الاتش دوت هو السوبيرو فرونتال جايروس. اتفقنا ان احنا عندنا الحته دي ده البوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس. بيبقى عندي هنا كده المفروض بيبقى في انتيريور ريمس، هو مش باين هنا ما علينا. يعني عندك سي ده بارز اوربيتاليز، والاو دي بارز ترانجولاريز. عندي بقى تحت البوستيريور ريمس ببقى شايف اللي هو سوبيريور ريمس، سوبيريور معلش سوبيريور تيمبورال جايروس، ميدل تيمبورال جايروس، انفيريور تيمبورال جايروس. تاني ببقى شايف مين؟ سوبيريور تيمبورال جايروس، ميدل تيمبورال جايروس، انفيريور تيمبورال جايروس. اللي عليه علامه هنا ده الميدل تيمبورال جايروس. ده مين؟ الميدل تيمبورال جايروس. واي علامه على الاوكسيبيتال هقول عليها لاترال اوكسيبيتال سالكس، اي علامه على الاوكسيبيتال هقول عليها لاترال اوكسيبيتال سالكس. طب مين سته ده؟ سته ده احفظه يعني اللي هو الانفيريور سيميليونر. ما علينا، احنا بس قلنا العلامات اللي على الجار ده بس لحد ما نجيب جار واضح شويه ونبدا نبقى فاهمين كل السالكس اللي فيه. تاني علشان نحفظه، فرونتال بول اتش دي مين؟ سوبيريور فرونتال. بعد كده دي سنترال سالكس عادي خالص، بوستيريور ريمس، بارز اوربيتاليز، بارز ترانجولاريز، بيبقى حاطط لي علامه على الميدل، وهنا طبعا زي ما اتفقنا انفيريور سيميليونر، والدبليو هو اللاترال اوكسيبيتال. هنجيب بقى اشارات اوضح شويه بعد كده. بس مبدئيا يعني احنا اتفقنا ان رقم 11 دوت اهوت، ده مين؟ ده السنترال. 11 ده مين؟ السنترال. ولما يبقى حاطط لي على العلامه علامه على الاوكسيبيتال، هو مش باين هنا يعني، بيبقى لاترال اوكسيبيتال سالكس. طيب وفي علامه على البرايتال اهو، احفظها يعني انتر برايتال، علامه على البرايتال انتر برايتال. الكلام كله هيتعاد قدام وهيبقى اوضح من كده، هو بس الجارات ديت يعني جت في الترتيب غلطه يعني. برضو اتفقنا اهوت ده البريم من ناحيه ورا. سبعة دي مين؟ ده الاوكسيبيتال بول. واي علامه على الاوكسيبيتال؟ اتفقنا لاترال اوكسيبيتال سالكس، اي علامه على الاوكسيبيتال؟ لاترال اوكسيبيتال سالكس. هات لي بقى جار اوضح يا عم. ماشي ما علينا، نفس الكلام عندك اهو دوت، انا باصص من ناحيه ورا، المفروض بيبقى مثلا كده دي الاوكسيبيتال ايه، دي الاوكسيبيتال بول كده، بس هو هنا مش هيقول لي على اليونيت، مش هيقول لي على اليونيت، والكي ديت هي
لاترال اوكسيبيتال سالكس، وكذلك احنا اتفقنا ده ترانسفيرس فيشر، فده السوبيريو سيميليونر وانفيريور سيميليونر. ده البرين من ناحيه قدام، ببقى شايف الفرونتال، ببقى شايف الفرونتال بول، سوبيريور فرونتال جايرس وميدل فرونتال جايرس. الكلام لما يتشاف في صوره اوضح هيبقى تمام. دي صوره واضحه، دي صوره واضحه. الكلام هيمشي ازاي؟ الكلام هيمشي اول حاجه بنبص عليها اللي هو السنترال سيركس، اللي هو ده بلاقيه بيبان ازاي، بحس ان هو غويط كده وواضح، يعني هو بيبقى واضح، وبتلاقيه جاي كده وقاطع لي اللاترال سيركس، البوستيريور ريمز بتاع اللاترال سيركس. فعندك كده دوت اللي انا عامل عليه علامه، ده السنترال سيركس. قدامه اللي هو رقم 39 ده بري سنترال جايرس. جميل جميل. تاني ببقى شايف سنترال سيركس، قدامه بري سنترال جايرس. واتفقنا ان اي علامه على البرايتال يبقى انتر برايتال سالكس. اي علامه على البرايتال انتر برايتال سالكس. هرجع تاني على اللاترال سالكس، ده البوستيريور ريمس بتاعه. بيبقى تحت اللاترال سالكس مين؟ بيبقى تحتها السوبيريور تيمبورال جايرس، بيبقى تحت السوبيريور تيمبورال ميدل تيمبورال، تحت الميدل تيمبورال انفيريور تيمبورال. ولو مشيت مع كل واحد، يعني مشيت مع السوبيريور تيمبورال كده، هيبقى المفروض هنا كده anterior supramarginal. مشيت مع رقم 45 كده يبقى عندي 66 دي ميدل سوبرا مارجنال. مشيت مع اللي هو ال ده يبقى عندي inferior supramarginal gyrus. ف 66 نحفظها ان هي مين؟ 66 اللي هي ميدل سوبرا مارجنال جايرس. اتفقنا ان برضو نرجع تاني للاترال سالكس اهو، اتفقنا ان بيبقى ليه ديفيجن كده وديفيجن كده. اليو ده اللي هو الانتيريور ريمس اوف لاترال سالكس. بيبقى تحت الانتيريور ريمس، هو مش حاطط علامه هنا، تحت الانتيريور ريمس اللي هي الحته دي كده بارز اوربيتاليس، بعد كده الحته دي كده اللي هي بارز ترانجولاريز، بعد كده الجي ديت اللي هي بارز اوبركولاريز، تاني بارز اوربيتاليز، بارز ترانجولاريز، بارز اوبركولاريز. جميل جميل. مين رقم 28؟ 28 بس عامه في الميدل فرونتال جايرس والكلام ده، حاول انك تحفظهم علشان ما تتلخبطش بين سويريو وميدل وانفيرو. 28 ديت هتبقى ميدل فرونتال جايرس، 28 دي هتبقى مين؟ ميدل فرونتال جايرس. نرجع تاني، احنا اتفقنا ان اي حاجه على الاوكسيبيتال هنقول عليها ايه؟ لاترال اوكسيبيتال. اي حاجه على الاوكسيبيتال هنقول عليها ايه؟ لاترال اوكسيبيتال سالكس. طب مين الدبليو ده؟ لو تفتكر ان من ناحيه الميديال سيرفيس كان عندي معلش كان عندي سالكس بيبقى منتهي هنا كده، بس عامه يعني الدبليو ده احفظها ان هو البرايتو اركس. هو مين؟ البرايتو اركس. تاني علشان نحفظها سوا، تاني علشان نحفظه سوا، هنبص اول حاجه عندي ده كده خالص بوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس، وده المفروض سنترال سالكس. قدام سنترال سالكس بري سنترال سالكس، والريمس هنا بتاع اللاترال سالكس بيبقى هنا هوريزونتال ريمس وانتيريور ريمس. الانتيريور ريمس بتاعته بارز اوربيتاليس، هنا بارز ترينجولاريس، بارز اوبركولاريس، 28 ميدل فرونتال جايرس، 28 هو الميدل فرونتال جايرس. اتفقنا ان تحت اللاترال سالكس بيبقى فيه سوبيريور فرونتال، ميدل فرونتال، انفيريور فرونتال. السوبيريور فرونتال لو كملت معايا يديني انتيريور سوبرا مارجينال، والميدل فرونتال لو كملت معايا يديني ميدل سوبرا مارجينال، والانفيريور تيمبورال. معلش كل ده تيمبورال، معلش على التركيز، انا كنت قطعت وجيت. بعد كده ده انفيريور تيمبورال، لو كملت معايا يديني انفيريور سوبرا مارجينال. اي علامه على البرايتر انتر برايتر، اي علامه على البرايتر انتر برايتر، والكي هو اللاترال اوكسيبيتال، والدبليو هو الاركس بتاع برايتو اركس. 44 سوبيريور سيميليونر، 11 انفيريور سيميليونر. هنبص برضو من فوق، ده من فوق اتفقنا هو نفس الجار ده كده اللاترال سالكس. 39 بري سنترال جايرس، اي علامه على البرايتر انتر برايتال. طب 23 ده سوبيريور برايتال لوبيول، سوبيريور برايتال لوبيول. هو عامه انتر برايتال سالكس يبقى فوق وسوبيريور برايتال تحت وانفيريور برايتال، والانفيريور برايتال مش جاي خالص. الدبليو برضو هو البرايتو اركس، واي علامه على الاوكسيبيتال لاترال اوكسيبيتال سالكس. اوكي.
كذلك نفس الكلام، ده اللاترال سوبير واللاترال سيرفس. عندي رقم 11 ده مين؟ ده السنترال جايرس. ده مين؟ السنترال جايرس. 22 بري سنترال، 22 بري سنترال. رقم 4 ده مين؟ ده اللاترال سالكس. اللاترال سالكس بيبقى طالع منه انتيريور ريمس وهوريزونتال ريمس. الانتيريور ريمس يعني ال 34 دي بارز اوربيتالز، بعد كده بارز ترينجولارز، وبيبقى فيه هنا بارز اوبركولارز ومش حاطط عليها علامه. لو نزلت تحت 4 هلاقي دوت السوبيريور تيمبرال، بعد كده ميدل تيمبرال اللي هو رقم 3 اللي هو عامل لي عليه علامه، ده الميدل تيمبرال. لو طلعت مع السوبيريور تيمبرال هيديني اللي هو رقم 26 ديت اللي هو انتيريور سوبرا مارجينال. لو طلعت مع الميدل تيمبرال يديني ميدل سوبرا مارجينال. لو طلعت مع الانفيريور تيمبرال يديني انفيريور سوبرا مارجينال. جميل جميل. عندي علامة هنا اللي هي مش باينة دي اللي هي رقم 38، ده التيمبورال بول. ده مين؟ ده التيمبورال بول. اتفقنا ان اي علامة على البرايتل اللي هو رقم 33 هو انتر برايتل. اي علامة على البرايتل انتر برايتل. طب مين 24؟ 24 هو اتفقنا لو انت طلعت مع الميدل هيديك ميدل سوبرا مارجنال. لو طلعت مع الميدل هيديك ميدل سوبرا مارجنال. طب مين 37؟ اي علامة على الاوكسيبيتال لاترال الاوكسيبيتال سالكس. اي علامة على الاوكسيبيتال لاترال الاوكسيبيتال سالكس. عندك بعد كده عندك ده عادي الفيشر اللي هو ترانسفيرس فيشر، تحته انفيرو سيميليونر، فوقه سوبيريور سيميليونر. ده نفس الجر اللي ورا بس انا باصص له من ناحيه قدام اهو. 11 ده سنترال سالكس، 22 السلكس بري سنترال سالكس، 29 ديت مين؟ دوت اللي هو معلش انا قلت دي سالكس ازاي، دي بري سنترال سنترال. ركز بقى، ركز. 11 سالكس و22 سالكس، الاثنين سالكس علشان اللي ورا كانت جايرس اللي هي كانت في الجر اللي فات. الجر اللي فات خالص هو كان مشاور على الجايرس، هنا مشاور لي على السالكس. يعني ركز اهوت، هنا مشاور 11 سالكس و22 سالكس كذلك، فاحفظها بقى علشان ما تلخبطش. نرجع تاني للموضوع اللي احنا كنا فيه. 27 فرونتال بول، 29 دوت بيشاور لي على السوبيريور فرونتال جايرس، و11 و22 الاثنين بيشاوروا على سالكس، دوت السنترال سالكس وده البري سنترال سالكس. دوت البريم من ناحيه ورا، 36 الهوريزونتال فيشر. مين 37؟ اي علامه على الاوكسيبيتال هقول عليها لاترال اوكسيبيتال، ما عدا اذا كان علامه عامله شبه الهلال كده، ده اللي يونيت يعني. كذلك اهوت دوت اللاترال سيرفيس عامه يعني هبقى عارف اهوت ان دوت كده البوستيريور ريموس اوف لاترال سالكس، هيبقى مطلع لي انتيريور ريموس في الاس ديت دي بارز اوربيتاليز، بعد كده بارز ترينجولاريز. عندك 43 ده مين؟ 43 ده السوبيريور فرونتال جايرس. مين 42؟ 42 هي سوبيريور فرونتال سالكس. تاني سوبيريور فرونتال جايرس، سوبيريور فرونتال سالكس. سالكس ما اوعى تقول ميدل فرونتال جايرس، لا هو سوبيريور فرونتال سالكس. 43 و42 اهو سوبيريور فرونتال جايرس، سوبيريور فرونتال ايه سالكس. بعد كده عايزين نشوف السنترال سالكس اللي هو رقم 11 اللي هو بيبقاش باين. ده بعرفه منين؟ بعرف ان هو قبل نهايه اللاترال سالكس كده بيجي يقطعه. طب وراه مين؟ وراه برضو سالكس هو اللي هو وراه اللي هو المفروض يوست سنترال جايرس. بعد كده عندك اللي هو اليو ده. طب مين اليو ده؟ اليو ده وتحفظه علشان هو تحس ان هو قريب هنا شويه، ده الانتيرو سوبرا مارجنال، بعد كده ميدل سوبرا مارجنال، انفيرور سوبرا مارجنال. واتفقنا العلامه اللي ورا دي اللاترال اوكسيبيتال، وعندي فيشر هنا ده الترانسفيرس فيشر. عندي فيشر هنا ده مين؟ ترانسفيرس فيشر. ده البريم من ناحيه قدام. اتفقنا ان ده سالكس على فكره، سوبيريور فرونتال سالكس، وده سوبيريور فرونتال جايرس، وده عادي الفرونتال بول، ودي عادي الفرونتال بول. ده البريم من فوق. البريم من فوق اشوف ميديان لونجيتيودنال فيشر، اشوف ميديان لونجيتيودنال فيشر، واشوف كذلك ان هو ده عندي كده ده السنترال سالكس. و37 ديت مين؟ 37 ديت هيبقى مشاور لي على لو تفتكر ان انا بشاور على البرايتل يبقى ده انتر برايتل، بشاور على البرايتل يبقى ده انتر برايتل. طب والاي دي ديت انتيريو سوبرا مارجنال، هشوفها قدام. طب والاس بيشاور لي على جايرس هنا اللي هي سوبيريور فرونتال جايرس، بيشاور لي على جايرس هنا اللي هي مين؟ سوبيريور فرونتال جايرس. الكلام بقى هيبان هنا، هو ده نفس الجار بس انا دلوقتي باصص له من ناحيه السوبيريور لاترال سيرفيس. هبقى شايف 39 دوت مين؟ 39؟ 39 ده سوبيريور تيمبورال جايرس. تاني عشان بس ايه
هعلم الكلام كله باللاتر سالكس. فين اللاتر سالكس؟ هنا ده اللاتر سالكس اهوت، ما عليهوش علامه. 39 دي مين؟ 39 ده سوبيريور تيمبورال جايرس، جاير سوبيريور تيمبورال سالكس، معلش سوبيريور تيمبورال سالكس، والدبليو هو سوبيريور تيمبورال جايرس. 39 السالكس، دبليو الجايرس. لو همشي مع سوبيريور تيمبورال جايرس كده هلاقي بتنتهي فوق بانتيريور سوبرا مارجنال، واتفقنا ان احنا عندنا كذلك ان اي علامه على البرايتر انتر برايتال، وده انفيرور سيمي ليونر، انفيرور سيمي ليونر. اتفقنا ان 35 ده عادي خالص، الانتيريور ريموس اوف لاتر سالكس، انتيريور او هوريزونتال ليمب اوف لاتر سالكس. والاكس ديت هي مين؟ هي البارز ترينجوليرس. هي مين؟ هي البارز ترينجوليرس. واتفقنا برضو ان الاس ديت شفناها ورا، ده السوبيريور فرونتال جايرس، سوبيريور فرونتال جايرس. اهم حاجه بس هنا انك تعرف ان 39 ده بيشاور على السوبيريور فرونتال سالكس، والدبليو ده بيشاور على سوبيريور فرونتال جايرس. هنبص على نفس البرين برضو بس بمنظر تاني، يعني هو نفس الكلام، هو سوبيريور لاترال. اول حاجه عندك 25 ده البوستيريور لامب اوف لاتر سالكس، عندك 40 ده بارز اوبليتاليس، بعد كده بارز ترينجولاريس، جميل. مين 28؟ 28 انفيرور فرونتال سالكس. مين 28؟ انفيرور فرونتال سالكس. بعد كده 33 بيشاور اهوت على سالكس برضه، لو تاخد بالك بيشاور على السوبيريور تيمبورال سالكس، سوبيريور تيمبورال سالكس. بعد كده ميدل تيمبورال جايرس عادي خالص، ميدل تيمبورال جايرس عادي خالص. بعد كده هنبص على البرين من ناحيه الانفيرور سيرفيس، هبقى بس سي و34. سي مين؟ سي انتيريور اوربيتال جايرس. مين 34؟ بوستيريور اوربيتال جايرس. حلو حلو، سي انتيريور اوربيتال، 34 انفيرور اوربيتال. طب مين بي؟ ده اولفاكتوري بالب. مين بي؟ اولفاكتوري تراكت، اولفاكتوري تراكت. مين 4؟ انتيريور برفريتد سبستانس. مين 4؟ انتيريور برفريتد سبستانس. طيب رقم 3 دي بيشاور على الجايرس ريكتس، رقم 3 دي بيشاور على مين؟ بيشاور على الجايرس ريكتس. تاني عندك سي انتيريور اوربيتال و34 بوستيريور 34 اللي هي بوستيريور اوربيتال جايرس، البي بيشاور على الفاكتوري تراكت، ال34 انتيريور برفوريتد سبستانس، 3 الجايرس ريكتس، 3 الجايرس ريكترس ريكتس، 23 هنا كده بيشاور على الستيم بتاع اللاترال سالكس، رقم 1 بيشاور على التيمبورال. وعندك الام دوت مهم ان انا ابقى عارف ان الام دي مين. الام دي اللاترال اوكسيبيتال تيمبورال سالكس، لاترال اوكسيبيتال تيمبورال. عندك ال هنا كده رقم 2 ديت ده الباينيال. مين 2 تاني؟ مين 2 دي البيتيوتري. مين 2 البيتيوتري، وعلى يمينها الكي وعلى شمالها الان. الكي دي الانكس، والان ديت احفظها ان هي الكولاترال سالكس. تاني علشان الكلام اللي احنا قلناه كله، قلنا اتفقنا ان السي هي المين، السي السي ديت ال اوربيتال جايرس انتيريور. طب مين 34 انفيريور؟ مين البي الفاكتوري الفاكتوري تراكت؟ مين رقم 3 الجايرس ريكتس؟ 4 بيشاور على مين؟ 4 بيشاور على الانتيريور برفريتد سبستانس، 2 بيشاور على البيتيوتري، على يمينها انكس وعلى شمالها كولاترال سالكس. واتفقنا ان 23 بيشاور على الستم اوف لاترال سالكس، والام لاترال اوكسيبيتال تيمبورال، ورقم 1 ده التيمبورال بول. الاتش بيشاور لي على مين؟ الاتش بيشاور لي على البازل ارتري. وعندك الجي ده مين؟ ده الفيرتيبرال ارتري، الفيرتيبرال ارتري، وخمسة عادي المدلة اوبلنجاتا، وخمسة عادي المدلة اوبلنجاتا. عندك ده الانفيرو سيميليونر، ده الانفيرو سيميليونر، ورقم 9 الفلوكيولس. طب مين رقم 36؟ رقم 36 دوت اللي هو التراي جيمينال نيرف، التراي جيمينال نيرف. طب ورقم 6؟ رقم 6 هي السيريبرال تونسل، رقم 6 هي السيريبرال تونسل. تاني علشان ده جديد علينا والمفروض نحفظه. سي مين هي؟ سي سي اتفقنا ان سي هي الاوربيتال جايرس انتيريور، و34 دي بوستيريور، والبي دي اولفاكتوري اولفاكتوري تراكت، ورقم 3 اللي هو جايرس ريكتس، 4 انتيريور بريفريت سبستنس، بعد كده بيتيوتري، هنا انكس، وهنا اللي هو الان مين اتفقنا اللي هو الكولاترال سالكس. الاتش ده البازيلر، وبعد كده ده الفيرتيبرال ارتري. 6 ده مين؟ 6 اتفقنا 6 السيريبرال تونسر، مدلة اوبلنجاتا، بعد كده الانفيريور سيريبيلر
انفيريور سيميليونر و36 التراي جيمينال و9 اللي هي هنا ديت دوت اللي هو الفلوكيولس و23 الستيم بتاع اللاترال سالكس، 1 التمبرال بول، والام هي اللاترال اوكسيبيتال تمبرال. هنوقف بعد كده ندخل في الميديال بقى.